الحمد مرحبا لله دكتور، مرحبا، حياك معك الله. دكتور، أهلا، حياك الله، جزاك الله خير، يا مرحبا يا مرحبا. حياك الله. فإذا يعني هناك يعني أي استفسارات يكون مع أصدقائك. نفتح مجال أي الشات. والله، خلينا نشوف يعني ما يصير. أنا رغبتهم دكتور في المداخلات الصوتية أو والله أنا بالعكس أحلى، يعني إذا نقدر ننسقها، بس أنا أشوف العدد يعني كبير، وخاف إذا أنت يعني في أسلوب ترتيب مع أصدقائنا نتحدث معهم الحديث المباشر أوثق اي من نعم نعم يعني ممكن تختارون. الاخوه ان من يرغب يعني المداخله اي والله، خلي يشير تفضل البعض علامه اليس. يستانس بالحديث معهم يعني. جزاك الله خير. من يشير بعلامه اليد؟ الاخ خالد. في الاخ خالد مثل ما في بياض بس ما في ملامح، ما في نصوص. اخ خالد يبدو انه غير مستعد. طيب اي نعم، هو رافع يده لكن يبدو انه غير مستعد. في الاخت مرفت العلي. مساء الخير. مساء الخير، نفسنا يا استاذ دكتور، يعطيك العافيه، حياكم الله. الله يسلمك دكتور. هلا انت دكتور يعني طرحت فكره رساله الاعلامي والجمهور المتلقي اللي ممكن يعطي رده فعل سلبيه وممكن ايجابيه. نعم. طيب هلا نحن يعني بالعاده الجمهور يكون مختلف الثقافه، في عنا مثلا ثقافه وعي في اقل في كذا، كونه هلا صار التلقي كله الكتروني، ف مرات كثير تكون ردات الفعل ما نقول انه عنيفه، بس نقول متدنيه بالردود، كونه الشخص ما عم يظهر او ما عم يبان، فعلى طول نشوف فيه تعليقات سلبيه. هلا انا ما بحط احيانا على طول اللوم على الجمهور، لانه نحن عاده نعتبر انه الاعلامي كونه اخذ هاللقب هاد فلازم يكون عنده رساله على طول ايجابيه. الإعلامي. ما بتكون رساله ايجابيه الاعلامي، يعني ما نحكي عن جماعه السوشيال ميديا او اي شخص ينقل معلومه، لا الاعلامي بالذات يعني مفروض فيه يكون محاسبه له، يعني اغلب الاعلاميين للاسف، وانا مره حكينا فيها بينه وبين مقابله تلفزيونيه حتى كاعلاميين، انه نحن نطرح مشكله عادي. انا بعتبر انه طرح اي مشكله للجمهور من دون حلول هي اللي بتخلق المشكله نفسها، وهي اللي تعطي ردود فعليه للجمهور. يعني انا اليوم مثلا لو طرحت مشكله ظاهره التشرد من دون ما احط الحلول بنفس الوقت اللي بطرح فيه المشكله، معناته انا خلقت ردة فعل من الأفراد على المجتمع، ردة فعل من الأفراد على كل شيء غني ما عم يساعد أي فقير أو متشرد، معناته أنا لسه خلقت مشكلة أكبر من المشكلة الموجودة. فنحن نعتبر أنه أي رسالة إعلامية من أي إعلامي إيجابية لازم تكون بطرح مشكلة مع حلولها، يعني ما رح تكون فقط طرح مشكلة. فهون أنا ما بلوم الجمهور لأنه هاي رح تكون ردة فعل، فهو نحن لازم يكون في عنا قوانين لطرح الرسالة وقوانين كمان لمحاسبة. طيب أجاوب؟ لا انتهى مبدا خلص ايه. السؤال. طيب شوف ايه يعني هذا انه يعني السؤال سؤال مهم. السؤال انه نحن انت قلت انه في رسالة بدنا نطرحها، وانه في لازم يكون قواعد للاتصال، بس ما في قاعده من قواعد الاتصال يعني بتوجه الاعلامي نحن بدنا نقول، او حتى في قانون محاسب المفروض يكون في هيك شيء، صح ولا لا؟ صحيح صحيح. اذا اقول لك يعني اولا قانون الاعلام يعني وضع مع بدايات ظهور الاعلام كوسيله يعني حاكمه بموضوع توجيه الراي العام، ولذلك قوانين الإعلام والتشريعات الإعلامية موجودة في كل الدول وتحكمها يعني هذه القوانين يجري عليها في تنفيذها ما يجري على تنفيذ القوانين الجنائية أو القوانين، حتى وصلت إلى مرحلة أنه أدخل أنا على المستوى الشخصي درست الإعلام والقانون، يعني رسالة الدكتوراه أدخلت القانون بالإعلام اللي هي كانت توظيف الإعلام في تضليل الرأي العام بين الإباحة والتجريم. الإعلام يعتبر مهمة إنسانية بالنتيجة، يعني علم من العلوم الإنسانية، لكن هذا العلم في لحظة ما يستخدم كجريمة، يعني إذا ما تم نقل فيه الحقائق عن طريق وسائل الإعلام أصبح الإعلام مرتكبا للجريمة، لأنه الجرائم عادة ما يسمعون الشباب
الإعلام الجريمة هي تتكون من نتيجة وفعل وسبب، يعني النتيجة أحيانا تؤدي إلى موت، والسبب هو الوسيلة اللي هي قد تكون الإعلام، يعني سبب ووسيلة وسبب ووسيلة والنتيجة، هاي ثلاثية ثلاثية الجريمة. كما يقتل الإنسان لا سمح الله بطعنة سكين، قد يقتل بإشارة بإشاعة كذوبة. يعني كما حصل موضوع احتلال العراق، احتلال دول افغانستان، احتلال فلسطين، احتلال كلها جاءت على أساس من تضليل الرأي العام، يعني ظللت المؤسسة، ظللت المنظمة الدولية، وظللت الشعوب، واتخذت قرارات على أساس من التضليل. هذا هنا الإعلام، شوف هنا الإعلام سلك مسلك التضليل، لكنه هل يعني ذلك أن الإعلام هو جريمة؟ لا، وإنما استغل هذا العلم. لكنه الإعلام عندما يناقش قضية معينة، هنا راح يعني سأجيبك هنا الجواب المهم، عندما يناقش قضية معينة احنا يأتينا الخبر على سبيل المثال في وسائل الإعلام، مهمتنا يعني مهمة المحرر أنه يكتب الخبر، يتناول الخبر كما وقع الخبر مع إظهار مع خلفيات الخبر. يعني احنا لدينا تساؤلات خبر، متى وقع الخبر، لماذا وقع الخبر، أين، متى، هذه تساؤلات الخبر، ونعطي في الخلاصة النهائية أنه خلفيات لهذا الخبر، لكن ليس من مسؤولية أن نحلل الخبر. يعني الإعلام هو ليس محلل للخبر. عندما يأتي عندما يكون الخبر مهم متعلق بموضوع المشردين أو الذين يعني تركت الحرب آثار عليهم في أي منطقة من المنطقة العربية على سبيل المثال، هنا يأتي دور التحليل، التحليل السياسي ودور المختصين. ولهذا ترين في في التلفزيونات يعني المذيع يقرأ الخبر ويقرأ التقرير الذي يكتبه بموجب معطيات الخبر، هو لا يضيف غير حقائق موجودة، لكن من يضيف هو صاحب الاختصاص. إذن الإعلامي هنا أدى دوره. الإعلامي أنا بالذات عشان ما حد الآن متحاملة، الناس متحاملة على الإعلام، أنا قلت في البداية ممكن أن يظل للإعلام على أساس رسالة تضليلية، ولكنه المبدأ العام لا، أنا جئت أنا حررت الخبر وقرأت الخبر وأتيت بالصورة الحقيقية للحدث، وأتيت بالمحلل السياسي أو المحلل القانوني إذا كان الشيء المتعلق بالقانون، لكنه أنا ليس علي أنا لا لا من مهمتي، من مهمتي أن أشيع الوعي في الناس، لكن هناك تيارات معاكسة. هذا ما قلت أنا، ماذا قلت في المحاضرة، قلت بأنه الرسالة الإعلامية رسالة تصنع بشكل جيد، أحيانا تصنع من مرسل وواسطة ومتلقي ورجع الصدى، لكنه عناصر التشويش على رسالة كثيرة. من ضمن عناصر التشويش هناك تيارات معاكسة تعمل على قطع دائرة الاتصال الحقيقية وإيصالها بشكل الجيد، وحتى من وسائل التشويش على الرسالة الإعلامية دخول البعض من غير المصنفين في الإعلام واعتبار ويعتبرون نفسهم من الإعلاميين الأكفاء، ويدخلون في ويقنعون العالم وتقف وراءهم إمبراطوريات. ليش؟ لوضعهم في يعني على يعني وضعهم أمام الجمهور باعتبارهم إعلاميين. وأحد أهم وسائل تقليل الإعلام هو اختيار الشخص غير المناسب في المكان الذي لا يناسبه. يعني هذا التضليل، احنا لدينا تضليل بالصوره، لدينا في لعب العام بالكلمه بالصوره بالايماء، لدينا تضليل في ان تجلب من هو غير المختص وتضعه في مكان الاعلام ويتحدث بامور العامه. اذا هي المشكله ليس في الاعلام فقط، هنا الاعلام هو منتج يستخدمه العالم كله لرسائل مجموعه رسائل معينه، وكل واحد يعني التيارات السياسيه التيارات هي التيارات كلها تعمل إما بوسائل إعلام مباشر أو أنها تعمل على عرقلة رسائل الإعلام الحقيقية. الإعلام هو في دائرة عمل ولكنه أيضا في دائرة في صراع، وأنا أعتقد يعني على مستوى التجربة يعني أن هذا شكل الإعلام سيبقى، يعني هو في دائرة في صراع كما هو صراع ما بين الحق والباطل. علينا فقط نحن كإعلاميين أن نشيع إيش يعني الوعي. إذا شاع الوعي، إذا استطعنا أن نؤدي رسالة الوعي عند الناس، عندها سننتصر على وسائل التشويش التي ذكرتي. شكرا طبعا ميرفت، الحديث يطول ولكنه ربما هناك اتصالات من بعض الزملاء. تفضل الاخ مبارك علي. حياك الله استاذ مبارك، يعطيكم العافيه. حياكم الله. دكتور فضلا، اول سؤال، معنى قواعد الاتصال هل هي نفسها العناصر الأربعة، مستقبل والمرسل والرسالة؟ نعم. السؤال الثاني، أنواع الجماهير، دكتور ذكرت ثلاثة أنواع، العامة ونفسية،
الثالثة ما هي؟ شوف أنواع الجماهير، يعني أنت أنت جمهورك اللي تختاره هذا، يعني يعني أنت عندك جمهورك العام، عندك جمهورك الخاص. الآن أنواع الجماهير حق هذا ينطوي على طبيعة دائرة الاتصال. يعني أحيانا يكون جمهورك، وهذا أنا ما أنا شفت بحد في نهاية الحديث أن هذا الموضوع أنا قاعد أختصر لكم، يعني جمهورك اللي أنت تختاره الآن جمهور ينطبق عليه العينة المتشابهة، اللي هو أحيانا جمهورك في حدود محيط الأسرة، جمهورك في حدود المدرسة، عندك جمهورك أساسا في حدود الاتصال الجماعي، اللي هو أنت تروح إلى جمهور معين من مدينة معينة تتحدث إلى جمهور في شأن يخص المدينة. أنت عندك اللي هو غير منسجم، اللي هو يعني في دوائر، يعني داخل هذا الاتصال هو هناك دوائر، اللي هو تحدث عن جمهور التلفزيون، جمهور التلفزيون مختلف ربما عن جمهور، إذن هي أنواع من يعني أنواع من الجماعة على أساس الفئات العمرية، على أساس فئات التفكير. هناك جمهور يفكر بطريقة معينة، هو موضوع طويل الحقيقة يعني. فإن شاء الله يعطيك الصحة والعافية دكتور. إن شاء الله أقدر يعني أنا بالمناسبة أقولها، وأنا والله عندي كلامي، أنا في عندي يعني مؤلف إن شاء الله هو بيكمل، والشباب حضراتكم تفيدوا، أنا والله سأوصل لكم إياه. سيد عبد الرحمن هو سيتابعني بهذا الموضوع، يعني إعداد جيد، علشان أنا ما أحب الحقيقة أن أعطي شيء مجتزأ، يعني على الأقل أسوي مقاربة معينة خلال هاليوم يومين أوصل لكم، بحيث يعني ملزمة تستمتعون بقراءتها، علشان إيش أضع ما بين المقاربات ما بين الأكاديمية وما بين التجربة الفعلية. تبقى عندنا معنى قواعد الاتصال، سألت أنت تتحدث عن موضوع رسالة، هذول الرئيسيين، هذول الرئيسية اللي هي المرسل، المرسل هو الشخص، الرسالة اللي أنا أبعث لكم إياها رسائلي، يعني هي الموضوع المرسل، الرسالة الواسطة. أنا أتحدث بواسطة إلكترونية، أنا أمامي اللابتوب وأتواصل معك على وسائل التواصل الاجتماعي عبر تطبيق زوم، وعندك المستقبل لحضراتكم أنتم مستقبلين، هذول أساسية، هذول أساسية. يعني شو أساسية؟ ذهاب أي واحد منهم يبطل الرسالة، يعني أنا لو أنسحب انتهت الرسالة، أنت تنسحب أبطلت الرسالة، الرسالة نفسها أنا ما عندي موضوع أعد الموضوع جيت وقعدت هكذا ما في رسالة، واسطة، عدم وجود هذا هذه الواسطة اللي هي أمامي ليس هنا. هذول الرئيسيين. هناك يعني اللي هي المؤثرة اللي هي تعتبر الثانوية، اللي هي أنا قلت فيها مثلاً التشويش، الحالات الطارئة، هذه ترد على الرسالة الإعلامية لكنها لا تبطلها نهائياً، هذه رئيسية وهذه هي ثانوية. حياك الله يا أخ مبارك. الأخ سهيل علي، سهيل أظن. الأخ سهيل. أستاذ سهيل معنا؟ أستاذ سهيل تفضل، أسمع. يبدو أنه مو مستعد معنا. لا. ما أدري هذا تالا المفلح أو من؟ مين؟ المعرف اللي هو MS. طيب خالد المصطفى. يلا سلام خالد المصطفى. السلام عليكم، كيفك؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، مشكور المحاضرة الجميلة. الله. أستاذي الكريم، فقط نحن يعني مشان الامتحان أو مراجعة الدروس، يعني حاليا نحن عم نحضر محاضرة وعم تعلق المعلومات الله يعطيك العافية، لكن نحتاج إلى شيء مثل كتابي أو أنا ملف PDF محتاج للمحاضرة. صحيح. بالمناسبة يعني الحقيقة أنا أقدر أبعثكم هي الآن، والله هسه الآن أقدر أبعث، بس ربما أنا كثير يعني تشدد بمسألة يعني أن يصلكم يعني محكم من ناحية اللغة ومن ناحية الأسلوب ومن ناحية النهايات ومن ناحية التلوين. أنا هيك شيء يعني نوبات أذهب إلى ترافة أكثر. الله يعطيك العافية أستاذي. يعني المعلومات حتى إذا بدنا نسجلها حاليا يعني على من المحاضرة، إذا بدنا نستمع ونسجل بنفس الوقت يعني جزء الواحد يضيع شوي، فإذا يكون في أو سلايدات أو شنو رأيكم يكون الكلام، شنو رأيكم يكون الكلام نهائي؟ إحنا عندنا محاضرة الأربعاء، قبل المحاضرة يعني إن شاء الله إحنا بعد الإفطارية، قبل الإفطار مباشرة تصلكم المحاضرة، رأيكم حتى الأخ عبد الرحمن ينشر لكم إياه، مو هيك صحيح؟ تمام إن شاء الله.
نعم ان شاء الله. على مود على مود يعني نحددنا موعد عاد خلاص، ما نقول ان شاء الله هاليوم او بعد بكره او يوم يومين، لا نعطيكم اياها قولا واحدا باذن الله، بس يكون طيبين باذن الله تعالى ان شاء الله. ان شاء الله رب العالمين يبعثكم اياها بشكل جيد وتستفادوا منها باذن الله تعالى. وحاضرين استاذ خالد الاخ محمد سيد احمد. الاخ محمد سيد احمد السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله كل خير على هذه المحاضرات الرائعة، والله استفدنا كثيرا. السؤال دكتور بخصوص الرسالة، لما يكون فساد الذوق العام يتعارض مع الرسالة والمحتوى اللي بيقدم، فكيف تكون الموائمة؟ يعني يعني أحس بحيرة إنه مثلاً أنا أريد أن أقدم شيئاً معين، مثلاً محتوى معين، رسالة معينة، والذوق العام لا يتقبل هذه الرسالة، كيف أوائم بين الرسالة ومحتواها والذوق العام الموجود والمنتشر يعني يعني بين الناس؟ سلام عليكم. سؤال حلو جميل. عرفت عاني أنت أنا عاني يعني اللي إحنا قلنا هذه من ضمن الإشكالات، ولهذا ولهذا نقول أنه إحنا يجب أن نتدرب أعلى درجات التدريب والمعرفة من ناحية الرسالة. هنا لا، هنا ستأتي عناصر الرسالة مجتمع عناصر الاتصالات. يجب أن تكون أولا الرسالة فيما نكتب يجب أن نجود أعلى درجات التدريب في الكتابة، اختيار العبارة، اختيار اللفظ. نحن الآن صراحة مجتمعنا، إحنا مجتمع ما نتحدث فيه مجتمع عربي إسلامي، يكون يعني معرفتنا بأمور الدين، بأمور الشريعة، بأمور العادات والتقاليد أمور جيدة طريقة. هذا أمر مهم. الإشكالية بفساد الذوق العام، نحن نتوقع بأنه الذوق العام قد فسد. أبدا هذا التصور يعني أخ محمد هو غير صحيح. مثل ما موجود الآن أنا وأنت وحضرات اللي موجودين اللي صرفوا ساعتين من وقتهم يعني وقت يعني الآخرون ربما ذاهبون إلى سبل أخرى. زين خلي مجتمعك، أنا أقصد يعني خلي مجتمعك اللي تتعامل وياه من المجتمع من النموذج الذي لم تفسده الحياة. يعني هناك ليس هناك فساد عام أبدا يعني هذا الأمر، لكنه عناصر الشذوذ والفساد حتى وإن كانت على أقليتها، لكنها يقول ولو علم. شوف يعني أحد هذا قول السلف الصالح، يقول أحدهم يقول ولو علم، شوف ولو علم أهل الحق صبر أهل الباطل على باطلهم لكانوا على حقهم أصبر. هذول أهل الحق هم أهل الباطل، لديهم من الوسائل ومن الطرق لتفهيم يعني تفهيم أنفسهم على أساس أنهم ممتلكوا الدنيا كلها. لا أنا أقول لك لأن هناك عينات من المجتمع، عينات خيرة ومحترمة، وممكن أن يذهب إليهم أثر الرسالة بشكل جيد. أنا أقول لك يعني وأعتقد أنه هذا صح، أنه أن تختار العينة إذا كان معك على وسائل التواصل أو عينات التي تتصل بها على تويتر أو إذا كانوا على فيسبوك، حاول أن تختار من هم يعني على الأقل يقتربون من الفكرة، على الأقل أنهم يحترمون أو لديهم أدب التصرف. قد لا يكون مقتنع بما تكتب لكنه لديه أدب استقبال هذه الرسالة. لماذا؟ أنا لماذا؟ كم مرة يعني أثرت موضوع التشويش على الرسالة. هناك عناصر قليلة قد هم من يعملون دائرة التضليل على رسالتي، ابعدهم عني، لا تجعلهم في دائرة اتصالك، اخلص منهم. لأنه إذا كان لديك يعني محتوى معين وأردت أن تنشره، مجرد وجود شخص من هؤلاء الأشخاص في دائرة اتصالك يعني ما يسمى وهو يتعمد التشويش، هو ليس لديه علاقة، هو ربما لا يقرأ، هو يتعمد أن يقف وحجر عفرة بوجه رسالة محمد سيد، متعمد لها، اخلص منه يعني. لأنه هذا لا ينفع معه يعني مهما خاطبته بأي وسيلة من وسائل الخطاب هو لا ينفع. إذن أنا أخيرا أنصحك بأن تكون دائرة الاتصال اللي تعتمدها في وسائل التواصل اللي أنت قليها من الأشخاص الذين تصلهم الرسالة، إذا كان قرأها هذا أمر جيد، إذا كان لم يقرأها هذا أمر آخر، قد يقرأها في مرة أخرى، لا يقرأها مقبول.
يقرأها ممتاز، يقرأها فيحللها ممتاز جدا جدا، يقرأها فيحللها فيتفاعل معها، يتفاعل معها وتأثر عليه، هذا في الدائرة. أما من هو عنصر تشويش على الرسالة، حاول تتخلص منه في دائرة اتصالك، والبركة ترى بالناس الموجودين الطيبين أمثال حضراتكم. شكرا محمد، جزاك الله خير. دكتور هل نستمر أو ما رأيك؟ نعم نستمر في المداخلات أو لا استمروا إذا أنت شيء فيها، يعني أنا في ناس يعني تكتب، حتى اللي كتبوا إذا ممكن يتحدثون يعني تفضلون، بالعكس يعني هذا التفاعل يكون أفضل يعني. نعم الأخت تغريد فواز. تغريد فواز تفضل يا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا خريجة إعلام واتصال، تخصص فرعي اتصال. نعم. لكن الآن ما أعرف إيش اللي يندرج تحت الاتصال. هل هو يعني تعب صراحة الفترة هذه أدور إيش اللي يندرج تحت الاتصال؟ علاقات عامة. يمكن أنا أشرت في حدة في يعني قبل أن الاتصالات إلى موضوع عليك، وقلت أنه الاتصال يتصوره أن بعض هو يعني هو يدرس في كلياتنا في الإعلام، وله تخصص معين. وبالمناسبة هذا من أدق التخصصات، لأنه الكثير يا تغريد أنت تعرفين يعني الكثير من عندنا لا يميز ما بين علم الاتصال وما بين علم الإعلام. وأنا قلت في البداية الاتصال هو الحياة كلها اتصال، والإعلام هو الوسائل. الحقيقة يعني ما يدرس في علم الاتصال يعني حاولي تنتقلين إلى نقطة معينة، وتذهبين بما أنك خريجة يعني لو كنت طالبة كان الموضوع آخر، يعني لأن المواد المقررة عندنا في الكليات معروفة. الآن أنت في محيط تطبيق النظرية العامة اللي أخذتيها أنت، يعني النظرية العامة أخذتوها في كلية الإعلام. يتخرج الواحد منها من كلية إعلام يحمل النظرية العامة، يبدأ مرحلة المهنية ما بعدها. علم الاتصال هو العلم المتداخل مع كل العلوم. علم الاتصال هو ليس للإعلام فقط، هو علم الاتصال موجود في علم الإدارة. يعني تأخذين العينات الموجودة، يعني حاجة علم الإدارة إلى علم الاتصال، يعني حاجة الدوائر الاقتصادية إلى علم الاتصال، لأنه كل علم من العلوم هو يحتاج هذه الحلقة الاتصالية. أنت ذكرتي موضوع العلاقات العامة. العلاقات العامة الآن يعني يدرس اختصاص العلاقات العامة في دوائر الإعلام. والعلاقات العامة الآن يعني حتى أدوات الربط الموجودة يعني بين المؤسسات الإعلامية اللي إحنا موجودين الآن في المؤسسات الإعلامية، وما بين المؤسسات الأخرى سواء على مستوى الوزارات أو على مستوى الهيئات اللي موجودة في دولنا. احنا موجوده عندنا وسيله الاعلام اللي هي التلفزيون او الاذاعه او وكاله الانباء، وموجود ما احنا نسميه المندوب اللي موجود لتؤهله قسم العلاقات المرتبط بقسم العلاقات مع من؟ بقسم العلاقات الموجوده في الوزارات وفي المؤسسات المهنيه كذلك. يعني في زمان كان قسم العلاقات، انا اتذكر كان قسم العلاقات ليس بهذه العنايه في السنوات يعني التي مضت. الان قسم العلاقات متخصصين يعني بدأوا يتخصصون في تخريج قسم العلاقات العامة من كليات الإعلام، من يستلمون دوائر العلاقات والإعلام في المؤسسات. لذلك موضوع حصر يعني اختصاص علم الاتصال بدائرة ضيقة في المجال التطبيقي هو أمر صعب. يبحث يا تغريد، يبحث موضوع علم الاتصال إضافة إلى النظرية العامة اللي أنت لديك الكتب اللي درستيها في علم الاتصال، يبحث الموضوع التطبيقي العملي هو عن طريق الذهاب والبحث في دوائر الاتصال الموجودة ما بيننا وما بين المؤسسات العاملة، ما بيننا وبين طبعا المؤسسات بكل فروعها ومسمياتها، أو إسقاط يعني ما تعلمناه في دراسات على وسائل التواصل الاجتماعي. لأن يعني الآن دواسل بالرفاهية الآن يعني في إنسان ليس لديه مشروع تجارة ولا مشروع اقتصادي، ولديه دائرة اتصالية للترفيه يتحدث فيها بأمور اجتماعية. الآن يعني بأعمار يعني قليلة من العمر لديهم دوائر اتصالية. يعني فعلم الاتصال ليس له حدود. علم الاتصال علم مستوعب من أوسع العلوم الآن، والدليل على ذلك أنا متأكد أنه الآن معنا في هذه الحلقة الاتصالية منهم يشكلون ربما 60-80% من خارج علم الإعلام، لكن هم بحاجة إلى هذا العلم أولا لجماله لأهميته لسهولة تطبيقه. فيعني علم الاتصال ما أقول لك يعني هو علم الحياة، علم كل الحياة. فأهلاً تغريد إن شاء الله، ونتواصل بإذن الله تعالى بحلقات مقبلة كثيرة إن شاء الله، ونحاول يعني نحاول نمثلها سؤال من هذه الأسئلة
أن نبحث فيه ونضعه ربما إجابات مستقبلية في مؤلفات تصلكم بإذن الله تعالى. أهلا تغريب الأستاذ محمد عباس. أهلا أستاذ محمد عباس تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذنك يا دكتور، بس أولا جزاك الله كل خير، لكن ثانيا بس بخصوص اختلاف الثقافات من المتلقي. نعم ماشي، كيف تكون رسالة الإعلامي رسالة مجمعة لا مفرقة؟ كيف تكون موحدة لا منفرة، مجمعة لا منفرة، جذابة ليست طاردة، جاذبة غير طاردة؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هل من وسيلة سريعة لقياس التأثير والفرق بين التأثير ورجع الصدى؟ وجزيتم خير. حياكم الله. أستاذ محمد عباس، موضوع اختلاف الثقافات وكيف سيكون الخطاب الموجه إلى هذه الرسالة، هذا هو فن الإعلام. هنا نأتي إلى تخصص الإعلامي وليس التخصص فقط في الجامعة، لأن هناك في المؤسسات الإعلامية من هم موجودون يعني الآن يعملون ويحققون نتائج مبهرة من غير الاختصاص. هناك من المذيعين من غير اختصاص الإعلام، هناك محررين، هناك كتاب، هنا فكيف نصل إلى المتلقي مع يعني اختلاف الثقافات؟ هنا يكون الفن الذي نقول عليه من فنون الإعداد، من فنون التحرير، من فنون أو خصائص الإعداد وخصائص التحرير وخصائص، أن يكون العامل في هذه المؤسسة يتمتع هو نفسه بثقافات عالية. عندما يستقبل الخبر عليه أن يبحث عن أصول هذا الخبر، عندما يأتيه الخبر وقد وضعت يعني فيه فقرة يعني معينة تثير اشمئزاز أو استفزاز فئة من فئات المجتمع، عليه أن يجنب هذا الأمر حفاظا على الوحدة الوطنية في البلدان. عليه عندما يتحدث أن يكون لديه الملكة في الوصول إلى قلوب الآخرين عن طريق النطق، اللي هو لهذا نقول يجب على الإعلامي الربدي أو مقدم البرنامج أن يمتلك اللغة العربية كسقف أعلى، لكن هذا لا يمنعه إذا أراد أن يتكلم بفقرة معينة بكلمة أو مفردة محلية ربما تلقى استحسان عند الآخرين. هو نفسه المحتوى، عند كتابة المحتوى الأمر ليس سهلا، يعني في دوائر الإعلام المحترمة الحقيقة أو الرسالة الإعلامية هو ليس الأمر كما يجلس الآن مع أيمن خالد ويكتب مثلا وصف معين ويلقيه على عواهنه، يعني في النظم الإعلامية المتبعة وفي السياقات التي أقيم عليها هذا العلم، فإنه يعني عندما يحدث الحدث يبدأ تصوير الحدث من الخارج بعد أن يأتي يكتبه المراسل ويقرأه رئيس التحرير ربما البعض تصل إلى يعني مدير المحطة. هاي كلها ونسيت أنه موضوع نبحث معكم هو حارس البوابة. أحيانا البعض يعتبر نظرية حارس البوابة في الإعلام يعني نظرية سلبية، هي نعم في حارس البوابة عندما تضلل وحارس البوابة عندما يعني يجتزئ أو يرفع ما هو شاذ عن في الخطاب الإعلامي. إذا الرسالة تصل عندما تصل، تريد أن توصل الرسالة الحقيقية هي كما أنت، لأنه فاقد الشيء لا يعطيه. إذا كان مرسل الرسالة لا يمتلك القيم ولا يمتلك الثقافات، وسيدمر المجتمع الذي فيه تنوع في الثقافات وفي المعتقدات وفي اللغات وفي، والعكس صحيح. إذا كان مرتي الرسالة أو منشئ المحتوى ضمن الوسيلة الإعلامية قادر على التعامل مع هذه الفئات يعني برسائل تضمن الجميع وتحاول أن تبعد الأذى عن المجتمعات، وهذا هو المبتغى. يعني مختصرا أقول يعني أقول لك أخ محمد عباس أن هذا هو من الشغل الحقيقي والاختصاص المهني لوسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمكتوبة. يعني يجب أن يكون، لهذا نقول يجب أن يكون الإعلامي ممن تدرب على الإعلام وتعلم كيف يتعامل مع مصادر المعلومات. ولدينا موضوع مهم جدا جدا هذا عليه محاضرة ومحاضرتين يا ظني اسمه، اللي هو مصادر المعلومة. أنت في الإعلام ليس عليك أن تأتي بالمعلومة من أي مكان، أنت محكوم بمصادر معلومة، مصادر داخلية ومصادر خارجية. مصادر داخلية اللي هي أنت مراسلينك اللي موجودين مرتبطين بالمؤسسة وعليهم يعني وعليهم نظام معين ومندوبيك داخل المؤسسات، المراسلين خارج البلدان، وأنت تأخذ من محطات عالمية
مشهود لها بالكفاءة، وليس كل ما يأتيك من المحطات العالمية اللي مثلا رويترز أو أسوشيتد بريس أو الفرنسية أو الروسية أو لا، أم عليك أن تشذب هذا الخبر وترى ما تراه مناسبا. موضوع طويل جدا، لكنه هو من اختصاص من؟ هو من اختصاص الإعلام؟ نعم هو من اختصاص الإعلام. كيف تكون الرسالة جيدة ومضمنة؟ عندما يكون العاملون في هذه المحطة ممن هم على قدر من الثقافة والعلم والمعرفة والضمير. سؤالك الآخر اللي هو التأثير ورجع الصدى، رجع الصدى أنه الآن أنا وصلت لي رسالة فيما بينك، بيني وبينكم الآن. هنا خلنا نعتبر هذا مثل مهم، يعني رجع الصدى وصلني، أنت تحدثت إليك، هناك رسالة موجودة على الشات، رجع الصدى هو دائرة اكتملت. لكن التأثير أين؟ التأثير عندما يكون محمد عباس كلامي أنا لمحمد عباس أو في الزملاء الذين هم معنا تأثروا به فطبقوه. يعني أنا قلت مثلا على سبيل المثال، أنا قلت بالتأثير، قلت مثلا من الضروري أنه يعني حتى من أصحاب من غير المختصين بالإعلام أو الاتصال من هم معنا في هذه الدائرة الاتصالية أن يأخذوا دورات تدريبية أو أن يأخذوا كورسات بهذا الموضوع ويدرسوا، لأن علم الإعلام والاتصال متداخل مع العلوم الأخرى. متى تكون وصلت رسالتي؟ عندما أؤثر في سلوكهم فيذهبون فعلا فيدخلون في هذه المعاهد فتؤثر على سلوكهم فيعرفون من وسائل الاتصال ما ينفعهم في مهنهم الأخرى. هنا أنا قد حققت التأثير. وأما رجع الصدى فأنه الآن هو وصلني منكم، لكن لم يصلني التأثير الحقيقي فيما قلته إليكم. إن شاء الله يعني وصلت رسالتي إليك أستاذ محمد عباس. نعم تفضل، من لدينا اتصال بعد؟ الأخ طلال المفلح. أيوة طلال. أيوة أسمعك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك العافية دكتور، وعندي مداخلة طال عمرك، أنا زميلكم في وكالة الأنباء السعودية. شفت هذا، أنا جبت آخر مثال على الوكالة، صح ولا لا طلال؟ الله يسعدك، إيه تكلم ما شاء الله عليك. الله يحفظك يا دكتور، يطول لي عمرك. احنا طبعا في مجال الاعلام، انا ماجستير في الاتصال التسويقي في الاعلان التسويقي. يا سلام، انت 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 متخصص كثير بهالموضوع هذا. الله يعطيك العافيه، بس ما شاء الله تبارك الله انت ما خليت لنا شيء. الله يطول. لا والله احنا شوف، يعني انا درست باتجاهات الراي العام وطابقت ما بين عندي الماجستير في القانون وماجستير في الاعلام. ما شاء الله تبارك. اي والله في الفتره الاخيره قلت ادرس الدكتوراه، خلي اجمع الدكتوراه ما بين الاعلام وما بين القانون، فأخذت رسالة الإعلام لتوظيف الإعلام في تضليل الرأي العام بين الإباحة. ما شاء الله تبارك. أي. وجدنا يا دكتور يعني الموضوع هذا، ما شاء الله تبارك الله، يعني أنت يعني هو الإعلام قائم على المهنية، والمهنية هنا نقل الصورة الحقيقية يعني، فهي في مجال القانون حتى يعني دخل بشكل كبير. الإعلام الآن مرتبط. نعم. الإعلام الآن مرتبط. إيه كمل لأنه قطع شوي. الإعلام مرتبط. وين الأستاذ طلال؟ الصوت قطع. حاولوا تجيبوا لنا يا أستاذ طلال لأنه يبدو اتصاله مهم. إيه هو يظهر أنه موجود، لكن يمكن في اتصال عنده ضعيف وكذا. والله ما هو مهم وجود وكالة الأنباء السعودية كثير مهم، لأنه طبعاً يعني وكالة الأنباء السعودية محترمة وتجربة عمر وعاشت يعني الوكالة إرخاصات كثيرة، كان استفدنا من عنده والله. ما شاء الله، هو يبدو أنه خرج، لكن إن شاء الله إذا رجع سنفتح المجال. يلا خير إن شاء الله. طيب الأخ أشرف شوقي. تفضل أستاذ أشرف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا دكتور على المحاضرة القيمة، وسؤالي عن المواقع الإلكترونية. نعم. اللي بتقدم محتوى مهني للتنمية. نعم. المهنية. والسؤال كيف يقاس الأثر ورجع الصدى، خصوصا إن تقديم الاستبيانات بتكون غير فعالة أحيانا، يعني بنشوف ردود أفعال ضعيفة فيها. فزي نقدر نقيس الأثر ورجع الصدى؟ شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا. سؤال دقيق أستاذ أشرف. تعرف أنه إحنا بموضوع يعني المحتوى اللي نقدمه، يعني المحتوى في الدورات المهنية، المحتوى في الأمور التجارية، المحتوى العام يعني في مواضع الرأي العام، أنا أطرح رأي معين
تعرف أنه يعني ما يصلنا من موضوع رجع صدى على سبيل المثال من التعليقات أو من الرسائل التي تأتي خاصة ربما هناك اتصالات تأتيك على الخاص من الحرج على التعليق أو ظروف معينة. يعني تعرف الآن يعني الإشكالية بعدم الدقة تأتي من أن التفاعل قد يكون هناك تفاعل معين مع كل المحتوى اللي أنت تبعثه ولكنه امتناع يعني عند ثقافة الامتناع عن المشاركة الذاتية أحياناً تجعل لنا مشكلة في قياس رجع الصدى في المحتوى. لكن عندما تكتشف تعمل دراسات استبيانات تعطيك نتائج مختلفة عن ما تأخذه من رجع الصدى الموجود بالدائرة الاتصالية. أنا الآن عندما أقدم محتوى أنت عندما تقدم محتوى يعني لدينا يعني رجع صدى معين سواء عن طريق الإعجاب أو عن طريق الرسالة أو تأتينا على الخاص أو عن طريق تعليق معين وتفاعل معين ونتائج إيجابية. وأحيانا أنت تطرح هذا لغرض التفاعل أو تطرحه لغرض التفاعل بالسوق أو تطرحه لغرض التفاعل في أي مكان آخر. أنا أعتقد أنه سواء يعني على مستوى ما تطرحه يعني وسائل الإعلام هي لديها استمارات الاستبيان وأقسام متخصصة في قياس الرأي العام الذي تصل إليه الرسالة وهو تقريبي طبعا ليس أما بالنسبة لنا هي نفسها يعني ما قلناه. لكنه الأثر نقيسه أحيانا رجع الصدى يعطيك مؤشر لكنه ليس هو الدليل الآخر. الدليل الآخر هو التأثير فعلا بالرسالة الإعلامية إذا كان مثلا المنشور على مستوى تسويقي فهو من خلال المبيعات اللي يعني ترد. إذا كان تسويقي لموضوع معين وإذا كان على مستوى ثقافي أنت تجد تناول هذا الموضوع ضمن دوائر معينة يعني ضمن دوائر معينة موجودة يعني من ضمن دوائر اتصالك لكنه قد ترجع إليك ليس بالضرورة أن تستقبل هذا الرجع أو هذا التأثير باللحظة المباشرة لكنه على مستقبل الأيام تكون رسالك قد وصلت من خلال التأثير دون علمك. أنا أتذكر أنه حصل معي هذا الأمر على مستوى خاص في حلقة نقاشية معينة فكنت قد طرحت موضوع معين أنا قلت يعني أنه هذا أنا نشرته وأحدهم قال في مواضيع كنت تنشرها فنجلس حلقات نتناقش عليها وعلى نتائج ما تخبرون بهذا الأمر قال ظروف معينة لا يعني ليس كل ما يصلك هو المنتج الحقيقي لدائرة اتصالك. هناك ولذلك حقك أن تسأل هذا السؤال لأنه قياس رجع الصدى بالطريقة الدقيقة التي تبحث عنها أستاذ أشرف قد لا تجدها لكنه نحن اللي علينا أنه نعمل رسالة ضمن المواصفات التي تحدثنا عنها اللي هي تجويد الرسالة تجويد وسيلة الاتصال تجويد النموذج المتلقي الابتعاد عن وسائل التشويش الموجودة اللي هي داخل الرسالة في كتابة الرسالة أثناء نقل الرسالة بالوسيلة والتشويش من على الجهة المتلقي نكون قد حصلنا على نتيجة معينة. لكن رجع الصدى هو يقاس بأمور تقريبية أو أنه تعمل استمارات استبيان كما تعملها المؤسسات الكبرى وأنا أعتقد أن هذا هو مهم جدا يعني متى ما استطعنا على أن نعمل يعني عينات معينة باستمارة استبيان معينة ونبعثها بشكل مخصوص نعرف يعني شيئا ما من رجع الصدى. فشكرا لك أستاذ أشرف ونحن في عالم الاتصال يعني ما يعني أخذ كل حياتنا وواجهنا لكنه أمر مهم وهي تكنولوجيا رائعة من يحسن استغلالها. نعم من معنا بعد الأخ طلال يبدو أنه رجع إلينا. إيه وين الأخ طلال؟ هلا دكتور معلش اتصال النت عندنا شوية بس يروح يرجع. إيه هم أنتم أهل الوكالات النت مش معكم ما نجي. الله يعين بس الله يعطيك العافية. أول عمرك أنا الدبلوم أنا قرأت أنه الإعلام الرقمي بس أنا اللي شايفه الآن أنه يعني نظري أكثر منه تطبيق يعني أنت توافقني هالرأي؟ إيه وافقت هذا الرأي صحيح لأنه ليش العملي خلي معانا إحنا الآن نتحدث يعني أخوة عزاء وأصدقاء فيما بيننا والأخ عبد الرحمن معانا هو في أجزاء منه عملي أنا اختاريت منذ البداية قلت له عبد الرحمن كيف الأساتذة راح يكونون مكملين في لما بعد يعني هذا الفصل الأول. الفصل الثاني في ناس متعلقين راح يقدمون المادة بالشكل التطبيقي قلت لعبد الرحمن منذ البداية
لأنه أنا أردت أن أهيئ هذه المجموعة على قاعدة فهم علم الاتصال وعلم الإعلام. علم الإعلام يأتي بعدها المرحلة التطبيقية اللي راح يقدموها أساتذة من بعدي. لماذا؟ لأنه أن تدخل مباشرة، وأنت تعرف أنت مهني وتعرف أن تدخل مباشرة إلى الموضوع التطبيقي دون معرفة تقعيد قواعد الإعلام، مفهوم الإعلام ومفهوم دوائر الاتصال والاختلاف ما بين علم الاتصال عموما والإعلام يعني كوسيلة، هذا يعني هذه المحاضرات هي تهيئك لأن 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 تستطيع تقديم هذه الرسالة التي سيتعلمها يعني أي واحد من عندنا يتعلمها في المحاضرات القادمة بالنسبة للأساتذة اللي راح يقدمون الجانب العملي. يعني يجب علينا أن نعرف قواعد الإعلام، ويجب علينا أن نعرف قواعد الاتصال وما هو المطلوب. يعني قد يقدم لك إياه متخصص مثلاً بهندسة الكمبيوتر يتكلمك، لكنه أنت بحاجة إيش إلى فهم النظرية العامة لعلم الاتصال، كيف تستطيع تسويق هذا؟ يعني من ناحية عليك أن تعرف الكتاب وتعرف الموضوع، اللغة، الانتشار، ما هو مفهوم الخبر، ما هي مفهوم الحكاية، ما هو مفهوم القصة، ما هو مفهوم المحتوى، كيف تنتشر هذه الأمور، كيف تستنبط الأشياء من قواعدها الأساسية. هذه محاضراتي أنا جعلتها لتقعيد قواعد مفهوم الإعلام وعلم الاتصال. جميل، ممتاز، الله يعطيك العافية. طيب طال عمرك، ما هي العلاقة بين الآن في الوقت الحالي ظهرت يعني منصات أو يعني برامج مثل تحليل البيانات، دخل فيها يعني علم الحاسب اللي هي تحليل البيانات الضخمة والإعلام الجديد يعني تشعب، فما هي يعني نصيحتك أو يعني توجيهك بهذا الموضوع يعني؟ أنا نصيحتي فقط في هذا الموضوع أنه نرتقي بالموضوع كما قلت أنت الآن، يعني من الموضوع النظري اللي درسناه من النظريات العامة، وندخل في موضوع تحليل البيانات، يعني دراسة تحليل البيانات، كيف نحقق تحليل البيانات لمنتجنا ونفهم من عنده ورجع الصدى بشكل جيد. هذا يتطلب من عندنا حقيقة يعني أن تكون لدينا علاقات بما يعني بمكاتب ومراكز دراسات، ونعتني بهذا الموضوع عناية مهمة، لأنه وسائل الاتصال الآن هي غير مستوعب، نحن نستوعب جزء منها وهي في حالة تطور مستمر. يعني علي أنا هذا الأمر يعني أنا عندما أريد أن أسوق يعني مثلا لدورة معينة أو لمنتوج معين، علي أن تكون لدي يعني الأمر الذي لا أدركه أنا ربما بحكم يعني أنا أحتاج، أنا يعني ليس مطلوب من عندي أكون صاحب اختصاصات يعني بهندسة الاتصالات أو باختصاص، أنا علي أن أكون مستشيرا يعني لمن حولي في عملية يعني إنعاش الرسائل التي لم تحقق وصولها الحقيقي، أو أنه بالنسبة للرسائل التي توصلت بها إلى أمر جيد، كيف أحافظ على روح هذا التحقيق. إحنا بين أمرين بالرسائل الآن، إما رسائل ناجحة فمحتاجين إلى أن نستثمر هذا النجاح، وبين رسائل نوصلها ولم تحقق، فهنا نحتاج إلى من هو نستشيره الحقيقة في تنشيط عملية يعني التركيز على الوسائط. يعني أحيانا تكون الرسالة الموجودة الآن أنا قادر على أن أنشئ رسالتي بشكل جيد أو أحدد العينة، لكن موضوع الوسائط أنا أخفق به ربما، يعني وليس يعني أنا اختصاصي بهندسة الفنية بهذا الاختصاص. عملية التواصل هي عملية متكاملة الآن، يعني أنا عندي دائرة اتصال معكم، أنا عندي منتوج فعلا، يعني أنا عندي في موضوع الآن يعني بشاغلني، ربما أنا أحتاج بهذا الموضوع بدائرة اتصالية أخرى، أنا محتاج منهم متخصصون بالأمور الفنية والتطبيقية بموضوع نقل الرسالة. أنا ما أوصيه أنه لا تعتمد على نفسك فقط، لأنه أنت الآن من ضمن دوائر اتصالية، أنت لست من ضمن دائرة اتصالية واحدة، يعني كل واحد عندنا لديه مجموعة من دوائر الاتصال. النصيحة أنه نستخدم علم الاتصال الحقيقة فهمه من ناحية النظرية، كما أنه أنا قدمت هذا يعني المحتوى اللي هو يخصني، وأنا نفسي يعني من المفترض أنه أي من قال كذلك أن يجلس مثلاً إلى من هم متخصصون فنياً يعني بالمحاضرات السر، والتعلم هو ليس عيب بالنتيجة. علينا كل واحد يقدم اختصاصه وينتظر أن ما يفهمه من الاختصاصات. دكتورة بس اللي أقصد أنا مثل الصحافة الاستقصائية. نعم. الصحافة الاستقصائية لأن تعتمد على بيانات قديمة، فهمت علي؟ نعم. واستنتاج وتحليل ومقارن، يعني فيها تحليل كامل.
فانت احيانا تحتاج الى منصه مثل الان طالع منصات مثل اللوسيديا يمكن تعرفها نعم هذه الان تبدا تحلل حتى الراي العام داخله في علم النفس علي انا درست سابقا في عند البكالوريوس اللي هو توجيه الارشاد النفسي فوجدت في التخصص الان موجود الان بدا العالم يعني في وسائل التواصل الاجتماعي هي داخله في علم النفس اللي هي قياس الراي العام تحليل التوجه ايجابيه نعم. والى اخره نعم بس الان طال عمرك بس يعني يا ليت المحاضرات الان اللي راحت يعني كلها رابط او في احد متطوع مثلا انه يجمعها بحيث انه نرجع لها وقت الاستفاده لانه والله للامانه يا دكتور يعني ما شاء الله تبارك الله قيم انا متابعك من اول حبيبي الله يحفظك لا لا ان شاء الله يعني انا قلت انا وعدت يعني ان شاء الله بعد بكره يعني اعطي المحاضرات اللي يعني القيناها او الاشياء الاساسيه من عندها وارجو صراحة أنه يكون يعني هذه الدائرة بالنسبة لمن يعني رغب أنه يعني إذا خلصنا هذا الدبلوم نفتح يعني مرة أخرى قد تكون حضرتك مثلا أنت تحاضر أنا أقول هذا الكلام يسمعه الأستاذ عبد الرحمن يعني الكل الآن موجودين هم أصحاب اختصاصات مهمة يعني كل ما يطرح من نقاشات في هذه الدائرة وغيرها من الدوائر يفترض أن نعمل له يعني كذلك دراسات إن شاء الله أنا أكون يعني اتصال معاكم ومع الأخ عبد الرحمن عمل اتصال يعني دراسات ما يمكن أنه يعني نضيفه أن نضيفه مستقبلا في يعني في موضوع التعلم لأن كل احنا الآن شركاء بموضوع مستقبلنا يعني لأنه الآن مستقبل العالم كله يعتمد على عالم الاتصال على الرحب والسعة يا دكتور وأنتم مدعوون جميعا طال عمرك على التخصص أنكم تزورونا إن شاء الله بإذن الله تعالى وتطلعون حي. على عملنا وممكن بعد نستفيد منكم وتستفيدون منا حي حياكم الله على الرحب الله يحييك أستاذ رام الله يعطيكم العافية. احنا نتمنى فعلا ان نستفيد منك في الأكاديمية نتشرف بك صراحة. الله يعطيك العافية. هي الشرف الله يسعدك. الله يحفظك. بالنسبة للمحاضرات يعني حياكم الله، المحاضرات ان شاء الله مسجلة وراح ترسل للجميع بإذن الله عز وجل. بإذن الله. الله يعطيكم العافية. شكرا يا دكتور شكرا. حياك الله. مرحبا. حياك الله. في حد معي؟ الأخت روان منصور. روان منصور. روان. منصور تفضل يا استاذ روان اخت روان معنا طيب الاستاذ طارق فرج نعم الو السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله حياك الله دكتور جزاك الله عنا خير الجزاء وصراحه نحن مستمتعون ونشعر باستفاده عظيمه من حضرتك دكتور أنا نحب نسأل على المخاطر والتهديدات التي قد تهدد المرسل وأثرها على محتوى الرسالة فمثلا في الدول المضطربة مثلا أنا نتكلم فيك من ليبيا الآن فأكيد أن صاحب الرسالة الآن أحيانا يجد حرج أن يقدم ما عنده من الرسالة خوفا يعني من البيئة الحالية السياسية أو حتى ممكن الاجتماعية يعني حاليا فما هي المخاطر والتهديدات التي تؤثر على رسالة المرسل ومتى المرسل يتوقف يعني يشعر أن الآن لا يمكن له أن يقدم رسالته بسبب هذه المخاطر والتهديدات جزاكم الله خير حياك الله هذا موضوع هذا موضوع في مساس استاذ يعني طارق في مساس مع كل واحد منا طبعا عموما يعني بس عشان نكون يعني بالقواعد الثابته فيما بيننا احنا كاعلان معينه موجوده فيها من العراق السعوديه سوريا دول عده دول خليج المغرب العربي ليبيا كنا موجودين تجمعنا طبعا يعني تجمعنا عربيه تجمعنا الدين تجمعنا البيئه ويجمعنا اشياء يعني ما يجمعنا يعني كثير جدا ربما إذا نظرنا إلى ما يجمعنا سنهزم ما يفرقنا ولكن ظروف الحياة ظروف سياسية تمر بها بعض البلدان يعاني منها الليبيون يعاني منها السوريون يعاني منها ربما أخواننا في اليمن المناطق اللي هي أعتقد أنه يعني سؤالك هذا مهم جدا أنت لا تستطيع أن يعني أن تنعزل عن دوائرك الاتصالية وأنت تريد أن تعبر يعني بالنتيجة يعني التعبير هو يعني
حق من حقوق الإنسان، لكنه يجب أن يكون يعني مقفول ضمن قوانين معينة أو ضمن أطر معينة. يعني كذلك يعني موضوع الإتلاف بموضوع الكتابة كيفما اتفق كيفما شاء، هناك محددات تجمع لهم، هناك أعراف، هناك تقاليد، لكنه يعني المشاركة على يعني موضوع ما في الانتخابات، موضوع إعطاء رأي بما يدور في بلداننا، نحن كلنا مثلاً يعني نحب أن نجري بدلونا، لكن أنا أعتقد أنه أعتقد الحل يعني كي لا تتعرض إلى المخاطر كما يتعرض غيرك، أن تكون الرسالة يعني جهد الإمكان يعني متوازنة، أن تكون تعبيرية، يعني ربما لا يحتاج موضوع إلى شرح كثير، أنت في داخلك موضوع معين ممكن أن تعبر عنه يعني بموضوع يعني بتعبير برمزية يعني معينة على أن لا يثير الآخرين، لكن يعني يؤدي الرسالة والمفهوم. وهنا سأفارق، نرجع إلى موضوع فهم الرسالة، ولهذا احنا قلنا يجب أن يكون واضع الرسالة على درجة جيدة من ناحية إيش؟ من ناحية اختيار اللفظ، اللغة، التعبيرات، المرادفات، الصوت، هذه كلها كل يعني معرفة يعني، وأنت في لجة هذا البحر المتلاطم عندما تمتلك أدوات كتابة الرسالة بفنك الجيد، ها أنت تقدر يعني تعبر مرحلة الخطر والتهديد. ومن الضروري أيضا أن تكون العينة اللي تتعامل معها يعني هي يعني عينة ما يتناسب يعني مع فكرك. وأنا متأكد أستاذ طارق أن كل ما ارتقى بفكره وبمعارفه سوف لن يصطدم كثيرا. والأهم من كل ذلك أن تنقي دائرة الاتصال من عناصر التشويش. عناصر التشويش هي تأتيك منذ البداية، أنت تريد أن تكتب محتوى معين، فعنصر التشويش هو صار الرادع اللي هو الخوف. ما هي العناصر اللي أنت تخاف منها؟ حاول مثلا أن تبعدها أو تبعد المنتوج عن أن يصطدم بها. هي مجموعة عناصر التشويش يجب أن تتخلص منها. الوسائل، أنت ترى بأن الوسيلة الإعلامية الفلانية هي عرضة أكثر لربما لموضوع يعني خلق التشويش لك، لا، تختار الوسيلة الجذوة المناسبة. أنت عليك أن تختار كذلك العينة من المتلقين الذين يتلقون الرسالة من دون أن يعملون لك تهديد أو لغيرك أو لأي واحد منا. هنا الإجابة تقول يعني بمختصر هو هذا الاختبار، يعني الآن هو هذا الاختبار الحقيقي أمام منشئ الرسالة. أنت أمام مجموعة من المعطيات المتضادة بسبب الوضع الذي يحيط في منطقتنا يعني أو في العالم، ما يحيط في العالم الانتصار عليه هو بثقافة إنشاء الرسالة والتخلص من عناصر التشويش، ووفقكم الله. وأنت ما تطرحه هو يعني أحد المشكلات ومشكلات كل من يريد أن يعبر تعبير معين. حياك الله يا أستاذ طارق. حي الوليد. نعم، هل نكمل دكتور؟ والله أنا أشوف يعني وقتنا الآن إحنا ساعة 12، أنا نعم. لا أريد أن أرد أحد الحقيقة يعني، بس إحنا اللي عند تساؤلات يخليها على هو اللي مضطر ويشوف نفسه في سؤال من مضطر حاضرين يعني، بس إحنا وصلنا على النهاية يعني. نعم، إيه شوف لنا سؤال أخي علشان إحنا نقول هذا السؤال الأخير يعني. ما هذا هو السؤال الأخير. الأخت هبة الحايك، تفضل الأخت هبة. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت أشرت مسبقا على الإعلامي يجب عليه نشر الوعي، كيف الإعلامية أنشر الوعي؟ الإعلامي يجب أن يهتم بالوعي. أيوة ينشر الوعي علشان التشويش، يهتم ويسر بالوعي، هذا أساسا هو أساسا مهمة الإعلامية نشر الوعي. طيب كإعلامية أنا أنشر الوعي؟ أنت كإعلامية الآن تمتلكين أمرين. الأمر الأول هي دوائر اتصالك الخاصة، كما أنا الآن عندي دوائر اتصال حد ذهني، والإعلامي إلى مؤسسة، صح؟ هي إذن أمرين. الأمر الأول يعني أركز اهتمامي في موضوع الوعي. وهناك كتب كثيرة ومراسلات كثيرة وصحف أن يطور الإعلامي من قدرته أو قابليته على أن يكون قادر على أن
يفهم مسير يعني سير طريقة يعني سير الحياة من ناحية الثقافية من ناحية العلمية من ناحية المعرفية، لأنه ليس لدينا ليس لنا أن نفكر بوصول أي رسالة ما لم تعتمد بمرجعيتها الأصلية على قواعد استحصال المعلومة المعلومة الصحيحة المعلومة الجيدة لمحيطها الحقيقي، أن تكون لدينا القدرة على التفكير والتمييز والتحليل بالنسبة للإعلام ليصل إلى هذه المرحلة لكي يكون منتوجه يحاكي العقول، واعتقدوا بأن أي كلام يحاكي العقل بشكل حقيقي هو سيترك أثره على الآخر المقابل. هذا بالنسبة لاستخدام الوسيلة المتاحة الآن اللي هي وسائل التواصل التي نحن يعني في حدودها. على الإعلامي أن يطور من أدواته ليس في القراءة فقط وفي المتابعة في التنمية والتدريب. أنا قلت يعني إحنا بالنسبة للإعلاميين قضينا يعني عشنا ربما يعني مرحلتين زمنيين من إعلام تقليدي إلى إعلام الآن. لو رجع بنا الزمان وهذا افتراض طبعا يعني لو كنا دخلنا في كل الدورات التي هي موجودة هي دورات الكتابة والقراءة والتنمية وحركة الجسد وحركة كلها مهمة، هذه كلها أطر ثقافية واف للإعلامي لكي يستطيع أن يكون هو مصدر هذه المعلومة ومصدر هذا التأثير. أما الإعلام الذي يعمل في داخل المؤسسات الإعلامية فأعتقد أنه هذا أمر آخر، لأنه الإعلام إما يكون بالتلفزيون على سبيل المثال معد بالتلفزيون وأعمال المعد، إحنا عندنا مواصفات وخصائص المعد أن يكون لديه ثقافة عالية، أن يكون لديه استنباط المعلومة المتابعة، عندما يكون بهذا الأمر هو سيتمكن من نشر حالة الوعي التي اكتسبها. هي سلسلة ينقلها مثلا إلى المذيع، يجب أن يكون المذيع في المؤسسة الإعلامية الذي هو أساسا إعلامي أو خريج إعلام، يجب عليه أن يطور أدواته من ناحية فن اللقاء فن الاستماع فن الحديث الإيماء المشاركة إلقاء السؤال اللغة العربية، هو أصبح ناشرا للوعي تضطره يعني ما يحتويه في داخله من معلومات ومعارف تجبره حتى إذا لم يشعر بأن يكون ناشراً للوعي. إذن يجب أن تكتمل هذه السلسلة من دوائر الوعي، لأنه نقول دائماً فاقر الشيء لا يعطي، بالمفهوم العكسي الممتلئ بشيء سيف ويعطيه. فما تمتلأنا بوسائل إعلامية ومعارفية عالية سنكون ننتج وعياً حقيقياً، وعندما ننتج هذا الوعي يصل إلى جمهورنا، وكلما كانت يعني قابليتنا أو مخزوننا من الوعي عالي سيكون الأثر مباشر على الناس، وهذه من أهم مهمات الإعلامي أن يكون ناشراً بالوعي، لأنه إذا لم تصل رسالة الوعي في هذه الظروف فمتى ستصل، وما أحوجنا إلى رسالة الوعي يا أستاذ إبراهيم. شكراً، يعطيكم العافية دكتور، حياكم الله. إذن يعني محاضرتنا اليوم يعني كانت إن شاء الله غنية في المعلومات، عندنا محاضرة إمام الأربعاء سأعد لكم بإذن الله تعالى المنزمة المخصصة لهذا الأمر، وكذلك نطرح يعني موضوعنا اللي هو موضوع ما يخص علم الاتصال والإعلام. أنا مبسوط جدا يعني بهذه الحلقة الدراسية معكم، أتمنى لكم التوفيق، وأن تعذرونا يعني إذا أخفقنا في شيء ما، لكنها يعني رسالة من الله. تحياتي بإذن الله، ونعتذر من الإخوة اللي ما تمكننا منه إن شاء الله السماح لهم، الأخ محمد عثمان والأخت سلمى، إن شاء الله في المحاضرات القادمة تكون لهم أولوية بإذن الله. والله يا رجل يعني أنا أحفظهم هذول الاسمين أرجوك، لأن أنا ما ضد أحد يعني، سأقول يعني الكل خاف أنهم محتاجين مثلا. بإذن الله أنا يعني سجلنا الأسماء وإن شاء الله في المحاضرة القادمة يعني نفتح لهم. تحياتي لهما إن شاء الله في المحاضرة هذه، الجزء نأخذ منه وقت أطول من هذا بإذن الله تعالى إن شاء الله. بإذن الله. شكرا دكتور، شكرا لجميع الأخوة والأخوات، تصبحون على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.